ازيكم يا بنات، معكم وعد، وحشتوني كتير. الفيديو النهارده مختلف ونتائجه حلوه جدا ومضمونه 100% وسريعه المفعول، وصفه ولا اروع من كده، ومش هتلاقوها عند حد غير عندي انا بس. انتظروني ما تروحوش لبيت. ورجعت تاني يا بنات، ونبدأ ونقول بسم الله. مكونات الوصفة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. الوصفة دي هتخليكي يعني اكنك روحتي مركز تجميل وعملتي ليزر للجسم، مش ليزر بقى لإزالة الشعر ولا اي حاجة، لا، ليزر لإخفاء اي عيب في الجلد، والنتائج هتبان بعد 5 ايام بإذن الله، نتائجه هايلة جدا. خليكم معايا. بصوا يا بنات، دوت دي قشور اليوسفي الاستوفانجي بالبلدي كده، تمام كده. كنت نقعاه في كوبايه ميه مغليه، يعني غاليه الميه، ونزلت بيها على قشور اليوسفي، اتريت معايا شويه علشان هضرب في الخلاط، تروح وتيجي معايا في الخلاط، تمام كده. طبعا هنشوف الوصفه قدامنا برضو عملي. واخدت، معلش مش هناكل السفنجيه كلها، هناخد منها قشرتين بس، انا فتحهم كده عشان لو في بذور ولا حاجه اطلعها. ومعايا يعني فنجان صغير لبن اي نوع بقى، لو ما عندكيش لبن ممكن لبن بودره في كوبايه ميه وخلاص. ودوت المكون الاساسي بقى، ربع معلقه كمون ناعم. الوصفه دي من انجح الوصفات اللي هتخليكي عروسة في نظر نفسك، او لو حضرتك متزوجة هتبقى في نظر زوجك طبعا عروسة كل يوم ان شاء الله. هناخد كل الحاجات الجميلة دي. انا ليه بقى يا بنات، انا اسفة، انا ليه يا بنات بقى طريت دوت شوية معايا علشان لما يدخل الخلاط يروح ويجي في الخلاط ما يبقاش تقيل، وزي ما هو في بولة كده. هاخدهم على الخلاط يضربوا ضرب كويس جدا، ونرجع ونشوف هنعمل ايه. ورجعنا تاني يا حلوين بعد ما ضربناهم ضرب كويس جدا. طبعا يعني لازم 100% يبقى فيه القشور دي، تمام كده، يعني لازم، يعني مكان القشور القشر بتاع الاسفنجي لازم تلاقي الحتت دي. الحتت دي طبعا انا عايزاها تبقى كده علشان دي هتعمل برضو يعني زي صنفرة للجسم كده، او مقشر هنقشر بيه. طيب ايه اللي هيتم؟ تيجي نجرب كده على الايد ونشوف مع بعض. بصوا يا جماعه، اللي هيتم كالاتي. اي منطقه في جسم حضرتك، بس حتى قبل ما ابدا بصوا كده، اي منطقه في جسم حضرتك فيها اسمرار هناخد من الوصفه كده. طبعا لو على الوجه برضو هيكون الوجه نضيف خالي من اي ميك اب. هنبدا بحركات دائريه، ناخد من الوصفه بتاعتنا، انا اسفه، ناخد من الوصفه بتاعتنا، نعمل بحركات دائريه رايح جاي. انا مش عارفه ايه الشعره اللي ملازماني دي، رايح جاي، تمام كده يا بنات. وهنسيب الورقه اهي، شفتوا؟ وهنسيب الوصفه دي على الجسم او على البشره لمده ربع ساعه بالظبط، وهندخل نغسلها. اول مره هتلاقي اختلاف بنسبه 50% بياض ونعومه، ومفيش بعد كده، المنطقه الحساسه هتتفتح بشكل مريب. بصوا كده، انا لسه ما غسلتش ايدي، شايفين الايد دي بقت معفنه كده، اللي مش عارفه شايفين النظافه. طبعا انا لسه ما شطفتش ايدي، ادعكي وفروكي في جسمك كده، مفيش اي حاجه، ولا هتحسي بتعب ولا هتحسي باي حاجه، يعني مفيش بشره حساسه، بشره فيها اي حاجه هتحسي بتعب ولا اي حاجه. بصوا كده، انا مش عارفه بنتي عماله اتحرك في البتاع ليه، اشرحها بقى وارجع لكم كده نشوف الدنيا. بصوا كده يا بنات اهو، انا طبعا ما قعدتش، انا قعدت قدامكم كده وقمت، لكن انت لما تسيبها شويه هتلاقي اختلاف رهيب جدا. هنعمل الوصفه دي كل يوم قبل النوم بقى زي ما تحبي، اول ما تصحي من النوم زي ما تحبي. بصوا الايد، تحسي الايد بتلمع فيها كده، بصوا تحس مقشر، يعني قشرت وشالت بلاوي كتير جدا، غير طبعا لما تسيبيها شويه على ايد حضرتك او جسم حضرتك. داخله بقى داخله تاخدي شاور، يا ريت تدعكي بيها الجسم كله، تحطيها في الليفه بتاعت حضرتك وتدعكي بيها الجسم كله،
وتستني بقى قبل ما تغسلي شعر حضرتك يكون الجسم اخد الفايده اللي فيها، وبعد كده تشطفي جسم حضرتك زي ما انت متعوده. هنعملها يعني مره يوميا لمده 5 ايام، هتلاقي النتائج طبعا من اول مره زي ما انت شفت اهو. 5 ايام بالظبط هتحسوا بفرق شاسع، هتتغيري 180 درجه عن الاول، وهتكوني عسل في نظر نفسك وفي نظر كل اللي يشوفك. جربوها على طول، مش مكلفه خالص. متنسونيش الاشتراك وتفعيل الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصلكوا اي حاجه انا بقدمها، واهم شيء اللايكات عشان الكل يستفيد. تقريبا انا قلت كل حاجه في الفيديو اهو، لو انا ما قلتش حاجه اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.